شيخ دون. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بوتروف تحمدي رحيل هدى أقادير المحل سيدي التسكار غير إطار البحث على التنوع المنتوج، منتوج التوابل، منتوج التوابل معنا اللي ستمكن تعطرت التقليدية من جهة ومراعاة في نفس الوقت مع تلبية الحاجيات العصرية اللي عندها علاقة بالأعراس والأفراح وطبيعة الحال، بلا ما نغفلوا جانب ديال المنتوج الصناعه التقليديه، جانب من المنتوج ديال الفلاحه بس العسل ديال البلاد ديالنا اللي كنبغيو نثمنوه ونساهموا في التثمين ديالو ونساهموا في الترويج ديالو، وكنعطيو اهميه للمنتوج التقليدي ديالنا، المنتوجات المحليه ديالنا ديال المنطقه، والهدف ديالنا هو في نفس الوقت تشجيع المنتوج وفي نفس الوقت تقريب هذه الخدمات هذه، نقربوها من الناس وباتمان جد مشجعه جدا للمواطن وللمواطن، باش كل واحد غادي يلقى ذاته فيه، غادي يلقى اللي كيقلب على حساب اللي كيقلب على الجوال اللي كيقلب على ذاته غادي يلقاها، وباثمان مختلفه وبانواع المشروعات. الهدف من بين الاهداف الاساسيه أن نقرب المنتوجات للمواطنين، المواطنين اللي لنا عين مكان، ونوفر المنتوجات لباقي جميع المواطنين اوكادير، ونرينا نستفيد من خدمات النح، خدمات الاعراس، خدمات مختلف الخدمات، اسي امكني المنتوجات لان الفرق المكلفه بالتوزيع وفي اقرب وقت ممكن وبالسرعه المطلوبه. حينا يكفي الانسان غير يتصل التليفون الكوردونيس لان، يتصل التليفون على العناوين لان، يتصل يسكر الطلب النص، اسي الاستجابه الفوريه ان شاء الله للتيلي وجميع الطلبات، الاستماع لجميع الطلبات والرغبات والمشروعات التسكار، باش في نفس الوقت اشكو غير هذو مدنو ذات نتوت لي الوقت غير زي غلا الوقت غير زي لي في نفس الوقت لا دارت له الوقت اخساء غير يا نقول لي يا الهاتف هنكني ردي الاستجابه، وكان نتمنى على الله اني لغ المستوى مدن، اني لغ المستوى الحاجيات مدن، ان نبي الرغبات مدن، اكيك راح في مدن اي اللي ران ازا في مدن غير منتو ازا في مدن المحلات اي اللي ران، وكان ربي اللي كمال عزا ربي المجهود يتوسكر في طلب المجهود، وفي نفس الوقت يتوسكر المنتوجات باش يخلق العدد لفرص الشغل، اي ساهم اذا زرت الجانب الاجتماعي، جانب اجتماعي اساسي هو انه في نفس الوقت استعمال راس المال ليس فقط للربح، وانما الربح الاجتماعي، ما يقال الربح الاجتماعي، يقال هو انه اي استفد العدد الاسر، ينقادوا مجموعه من الاسر، تشتغل على فرص الشغل، على عدد غير والمساهمه في التنميه في نفس الوقت المحليه والجهويه والسياحيه، الامالات السياحيه ديال المنطقه، وهذا الشيء هو هذا هو هذه هي لافوكاسيون، هذه هي لافوكاسيون، خاصني قال لافوكاسيون يعني مدينه اوكادير، يعني من بين المكونات الاساسيه لمدينه اوكادير، باش تيكان هو تشجيع السياحه، وناش كل ما يساهم لا من بعيد او قريب تشجيع السياحيات، بمعنى انه تشجع تساهم في التنميه نسمى زير تنس، ويساهم في التنميه نسمى زير تنس، تساهم في التنميه كلشي للمغرب، يساهم في التنميه المغرب، وهذا الشيء هو اللي كيسعى ليه جميع السياسات الوطنيه، وهذا داخل الانخراط. انخراط ديال بنات بنيت الدان يكاف حماغ اي اذكر لك المشروع يا اما غيستثمر المشروع ديال المشروع ديال راس المال تيستثمر اسما ديال تنس تيستثمر في اطار الاستثمار المواطن، الاستثمار بمعنى المواطن اللي عنده الهدف ليس فقط الهدف الشخصي الربحي الفرد ولكن الهدف الاجتماعي والهدف التنموي بصفه عامه. وشكرا. اطار المشروعات في نفس الوقت نستدعى ونتو الابداعات المحليه، الابداعات المحليه اللي حتى انت خصها التشجيع، خصها كي قلت لك جانب النس، كي قلت لك غينا مصدر التسكر، استدعاتنا في نفس الوقت الهدف كرا يشجع كرا يعني في اطار واحد الاندماج، في اطار الانفتاح على المحيط، انفتاح على المحيط نشجع الممثلين المسلسل بابا علي شارك نزيد حتى المشروعات، في نفس الوقت في اطار التعريف
بالمنتوجات المحليه للهدف اللي قال الهدف الاساسي بن سرعد، وفي نفس الوقت لابراز الثقافه والموروث المحلي، الموروث وقادير لفريق فختين الدور الاساسي. هذه الموروثات اللي تعني الدور الاساسي تنميه السياحه في المنطقه، ولا وريق فختين لا 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 صغير ولا كبير، لا بلزي ولا عصري. والفاسكت الاهميه للسياحه، الاهميه للسياحه باش تنمي الاقتصاد من خلال توفير العمله الصعبه اللي كان المورد الاساسي للاستثمار ببقيه القطاعات، ولا للمساهمه في الاستثمار بصفه عامه. وكان نتمنى فكريتين، نتمنى اني اعزار حسن الظن للجميع، ونتمنى كل ما كريتين واش النداء لجميع الشباب اللي راني يستثمر، الشباب الشاب هذا واش كان يستثمر، الشباب الى شاب خص التشجيع يشجع يري يشجع يشجع يخص التشجيع. وكان زون البادره البادئه نوع البادريز كتسعى لاذكاء روح المبادره، اذكاء روح المبادره للشباب باش لحدو حبذا ويكون القدوه الهدف هو يكون القدوه للجميع لحدو هذا الحدو لكل. لو كان اي واحد يسعى نسعوا جميع في اطار واحد التضامن، في اطار واحد التكافل الاجتماعي لخلق مختصر في هذه الانشطه لخلق مختصر في هذه الانشطه هذه، وفي نفس الوقت كتساهم في التخفيف من حده الازمه الازمات اللي استعيت مدينه النح كل شيء مياز. وكنتمنوا للجميع كريكتان رجعين بنس كريكتان غينا مصدر اي شجاع اي سام ولو غير بالكلمه الطيبه، وان كانت تحت الكلمه الطيبه فهي صدقه، وانا يشجع ولو غير بالتعريف غير بالكلمه الطيبه وحسن الطيبه تشجع واش اي شجاع كريكتان جميع كل ما يسعى في الخير يعد لا تشجع ايان، كل ما يسعى في الخير التعاونيان، كل ما يسعى في الخير نضر بربي يكمل لا 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 من الجانب الثقافي والسياحي والتجاري والصناعي، هذه الجوانب كل شيء تنسي، هذه الجوانب كلها ليست جوانب منفصله عن بعض النص، هذه الجوانب كلها مرتبطه ببعضها ببعض، وقطاع عنده تاثير على قطاع، وكل حاجه عندها الا فلاس تاثير في الثنيات، تلعب الدور في الثنيات يا اما بصفه مباشره او بصفه غير مباشره. وكان الحديث يطول مهما قيل، الحديث لن نستطيع ان نوفي هذا الموضوع حقه، لانه بطبيعه الحال لقد هذا اللي دار هذا المشروع اللي كنتمناو اللي جا اللي مشى وجا البلاد ودار هذا المشروع راه بطبيعه الحال ودار الثقه، ما ننسوش الجانب ديال الثقه، لان ملي كنقولوا مشروع راه كنقولوا جانب المغامره، ما نستثنيوش جانب المغامره اللي كيغامر براس الماء ديالو وكيغامر بالوقت ديالو باش يدير هذا المشروع. ونتمناو على الاقل تكون غير كل تقوم لنا اي واحد سمع هذا وصلوا هذا الخبر هذا يقوم بالزياره للمحل او يشجع على الزياره للمحل، وما غيلقى غير الا داك الشيء اللي كيعجبو، وما غيلقى غير خاطرو، وما غيلقى غير تلبيه الحاجيات اللي كيبغي. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. ايمانين غزانين ايتمات غزانين وحبين غزانين قمه الحمد انت ما اراوني تني تنمرت نسوت رغبابي قنوان اكنيني في السلامه جميعا على خير غير نخلام غبس انت مازيرت ولا برا انت مازيرت ودرار ولا زغار اراوني تني تنمرت نون غصد الله يا الحافله يا الافتتاح نيا المحل قصر التوابل غلهدى رغبه راس الصفراح زوند لي بروجيات اللي تيسكار نخت مازيرت نغوكادير رغبه رئيس الصفراح زوند الديكورات هذه غطي لنا زيرتنا غير سنتيني ايوزنسنا اي سخر ربي تبارك وتعالى غير كلينتيني يمدوك الاحباب مرحبا بكم قصر التوابل غلهدى غير كلاسن دغنتيني ان شاء الله هاتيني ويت غل جديد يختينا ربي دائما ان قفوس غفوس دائما ان شاء الله الجديد نتمنى ايمال احلان ان شاء الله يتقفان ديمال احلان يتمازيرتنا ديمال احلان يمدوك الفنانان اعزانا سنتيني تنميرتنسن تهلامي غيان بهره بهره مبارك عواشركم الصيف النون دي كان قدام امبارك ان شاء الله تتفلوني الشمر بيس وفولكي دلهنا دسلامتي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا جديد عزان تلاديتون فاطمة باوجي تلقضيت غمس الموسو سنباب علي اتمنى غتقيميان على خير غصاد نشكاد سمس نقصر توابيل نسكر غيديا اللي افتتاح
تبارك الله انا ما قاردا غدا ما سنان وجدودنا غير عزان زريده غير تستاتي فولكين تبارك الله من بعد يعني النجاح المسلسل بابا علي تبارك الله ولي زوارن ولا ولي ويستين راه قران ميدنا مسلي افتتاحات نسن غيدا رغباه رئيس سن باهره اديس نتي لي افتتاحات نسن دارا نتمنى اديس نكمل ربي كل شيء بخير على خير دارا نتمنى غايا جدودي عزان هاتي راه دغدغ زمغ الجديد ان شاء الله يفكا ربي الخير قدام راه نتمنى كل تكميان على خير سنه 102 إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.